أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثم اللعن الدائم على اعدائهم ومخالفيهم وجاحدي امامتهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين نتقدم إلى ساحة القداسة إلى سيدنا ومولانا صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه بأصدق التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد السيد الجليل السلطان علي ابن الإمام محمد بن علي الباقر صلوات الله عليهم أجمعين هذا السيد الجليل الذي استشهد في منطقة أردهال وكان من عظماء أبناء الإمام الباقر صلوات الله عليه ومن عظمته وجلالته في العلم والفقه ان الامام الباقر عليه السلام بعثه الى شيعته في كاشان حتى يفقههم في الدين عليكم السلام ورحمه الله فاجتمع عليه على هذا السيد الجليل مناوئ اهل البيت صلوات الله عليهم بعد نحو سنتين من مكوثه هناك في كاشان فقتلوه قتله بشعه هو والثله المؤمنه التي كانت معه جرت هذه الماساه في يوم السابع والعشرين من شهر جمادى الاخره وفي بعض الاثار ان الامام الصادق صلوات الله عليه يقول ما مضمونه ان احدا لو زار اخاه علي بن الباقر لحصل على مثل ثواب زياره الحسين صلوات الله عليه فحري بالمؤمنين ان يقصدوا تلك البقعه الشريفه في اردهال ويزوروا هذا السيد الجليل وله هناك مقام عظيم كما انه حري بالمؤمنين ان يحيوا ذكراه في مثل هذا اليوم وهو عليه السلام كسائر عظمائنا مجهولي القدر نحن نركز دائما على مفردة الشجاعة ونحث المؤمنين على أن يتحلوا بهذه الصفة التي هي من الصفات العظيمة التي ينبغي أن تكون مقترنة أو قرينة لكل مؤمن ان الشجاعه هذه هي صفه الابرار صفه المخلصين صفه اتباع اهل البيت الحقيقيين كثير مما نعانيه اليوم من هزائم ومن ضعف ومن ظلم وجور يقع علينا من قبل خصومنا واعدائنا انما هو يرجع الى فقدان صفه الشجاعه في معظمنا هذه هي الحقيقه التي ينبغي ان يفهمها المؤمنون جيدا نحن تخلينا عن الشجاعه ولأننا تخلينا عنها فإننا نقاسي كل ما نقاسيه ونعاني من كل ما نعانيه اليوم. الإنسان الشيعي يحتاج لأن يعود إلى أصوله وأصولنا نحن هي أصول الشجاعة والشجعان. إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان رمز الشجاعة بلا منازع فالعجب كل العجب من أناس يتبعون هذا الإمام ولكنهم يجبنون حين اللقاء والعجب كل العجب من أناس يتبعون شانئي علي من الجبناء كامثال ابي بكر وعمر ومعاويه وهم يتشجعون عند اللقاء هذا الاختلال لا بد من معالجته كنا قد تحدثنا فيما مضى منذ عهد قريب عن اهميه الشجاعه وذكرنا ما قاله شيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه في تعليقه على الايات الكريمات التي حكت قصه ابراهيم الخليل صلوات الله عليه فقال ومقاومه الرجل الواحد الوفا من اعداء الله عز وجل تمام الشجاعه تمام الشجاعه ان تقاوم الالوف بل وتقاوم حتى الملايين في الله عز وجل تصمد وتسبح عكس التيار وتقاوم وتظل تنطق بالحق ولا تهاب احدا الا الله تبارك وتعالى من منا يحمل مثل هذه الصفه كثير منا يجبن ويحاول ان يبرر جبنه ببعض المفاهيم الشرعيه التي يستلها من معانيها الحقيقيه ويوظفها توظيفا سيئا لتبرير قعوده وجبنه كمفهوم التقيه مثلا او مفهوم الوحده الاسلاميه مثلا او نحو ذلك يقال مثلا انه لا بد من ان لا نتكلم بكلام يؤذي غيرنا كان نعري مثلا ائمه الباطل رموز الضلاله رموز الانقلاب الذي وقع في سقيفه بني ساعده يقال عليكم ان تسكتوا حين تقابل مثلا شخصا مخدوعا بشخصيه ابي بكر فرضا يقال لك من قبل هؤلاء الذين يفترض ان يكونوا قامات للتشيع ويفترض بالتالي ان يكونوا شجعان تراهم يقولون لك لا تتكلم بشيء يمس ابا بكر امام ذلك المخدوع بابي بكر تحاشى ذلك فان هذا لا يجوز اخلاقنا لا تسمح يا ترى هل مثل هذه التصورات صحيحه هل كان هذا هو اسلوب علمائنا الابرار الذين تشربوا منهج اهل البيت الاطهار صلوات الله عليهم هل كان هذا سلوكهم لقد نقلت لكم في اكثر من محاضره نماذج عده للمناظرات والمجادلات والسجالات التي كانت تقع بين رموز التشيع كامثال المفيد والصدوق وغيرهما وبين اهل الخلاف في تلك الازمنه الصعبه والعجيب هو انك تجد رموز التشيع اولئك ما كانوا يحجبون شيئا من الحق حتى وان كان هذا الشيء مؤلما للطرف الاخر كانوا يتحدثون بكل صراحه ويعانون بسبب صراحتهم هذه كانوا يفضحون ابا بكر وعمر بكل صراحه ولا يخافون في الله لومه لائم وكانوا بسبب ذلك يتعرضون الى الجور والى الظلم والى الاضطهاد والى القتل. لم يكن احد منهم يتراجع عن وظيفته في كشف باطل هؤلاء، لانه كان شجاعا. الذي يتشرب منهج ال محمد الطاهرين صلوات الله عليهم لا يمكن ان يكون جبانا ابدا. لا يجبن لا يتراجع لا يضعف لماذا لانه يقتدي بامام الشجعان علي بن ابي طالب اما الطرف الاخر فهو الذي عليه ان ينهزم ويتراجع لانه يقتدي بامام الجبناء ابي بكر او عمر نفس هذا الموضوع كانت تقع فيه سجالات بين رموزنا الاعاظم وبين رموز اهل الخلاف كان بعض اهل الخلاف مثلا يزعمون ان ابا بكر رجل شجاع وكان امثال المفيد رضوان الله تعالى عليه. فخر الشيعة والتشيع، الشيخ المفيد، كانوا يتصدون لاولئك. وكانوا يبينون لاولئك ان ابو بكر رجل جبان وليس بشجاع، ويقولونها بملء الفم، وهو يتناظر مع عالم بكري كبير. هاكم صوره من صور ذلك التاريخ المجيد حتى تروا كيف كان يتعامل اولئك العظماء مع الخصوم وكيف نحن نتعامل اليوم اقراوا في كتاب الفصول المختاره انه قد وقعت تقرؤون في هذا الكتاب تقرؤون انه قد وقعت مناظره بين الشيخ المفيد وبين رجل من علماء المخالفين اسمه ابو بكر بن صرايا. قال ابو بكر بن صرايا: عندي ان ابا بكر الصديق كان من شجعان العرب ومتقدميهم في الشجاعه. كان من شجعان العرب. فقال له الشيخ ادام الله عزه، الشيخ يعني الشيخ المفيد. من اين حصل ذلك عندك؟ وبأي وجه عرفته؟ فقال: الدليل على ذلك أنه راى قتال أهل الردة وحده في نفر معه وخالفه على رأيه في ذلك جمهور الصحابة وتقاعدوا عن نصرته فقال أما والله لو منعوني عقالا لقاتلتهم، ولم يستوحش من اعتزال القوم له، ولا ضعف ذلك نفسه، أو ولا ضعف أو أضعف ذلك نفسه، ولا منعه من التصميم على حربهم، فلولا أنه كان من الشجاعة على حدٍّ يقصر الشجعان عنه، لما اظهر هذا القول عند خذلان القوم له هذا الرجل الذي اسمه ايضا ابو بكر او كنيته ابو بكر ابن صرايا يدافع عن سيده ابي بكر محاولا اثبات انه شجاع الشيخ المفيد قال له ما الدليل على ذلك قال الدليل انه وحده اصر على مقاومه ومحاربه من يسمى باهل الرده وما هم باهل الرده هذا هنا لا يتحدث عن الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه واله كامثال مسيلمه وقومه وانما يتحدث عن اولئك الذين منعوا الزكاه منعوا ان يسلموا الزكاه لابي بكر احتجاجا منهم على انه ليس بخليفه شرعي هؤلاء سماهم المخالفون وسماهم ابو بكر كفارا مرتدين فابو بكر اول تكفيري في تاريخ الاسلام كفر اناسا لمجرد انهم اعترضوا عليه ولم يقبلوا به خليفه وحينما طولبوا بتسليم الزكاه اليه طالبهم بتسليم الزكاه اليه قالوا لا نسلمها لك ولو قام بالامر احد من اهل بيت رسول الله لاعطيناه نحن لا نقبل قياده بعد رسول الله الا من اهل بيته هذه هي القياده الشرعيه التي بايعناها في يوم غدير خم انت لست من اهل البيت فانت لست بخليفه شرعي ابو بكر كفر هؤلاء واستحل دماءهم وقال لو منعوني عقالا لقاتلتهم عليه وبالفعل كتب الكتائب وجيش الجيوش التي قامت وحفرت حفرا كبيره احرقت فيها هؤلاء المسلمين الابرياء في اول مقابر جماعيه في تاريخ الاسلام هذا اقرؤوه في تاريخ المخالفين وليس في تاريخنا حتى يكتشف الوجه القبيح لابي بكر التكفيري المجرم المستبد. الحاكم الظالم. كان رأي جمهور اصحاب النبي صلى الله عليه واله عدم قتال هؤلاء، لان هؤلاء كانوا يشهدون الشهادتين. كل ما هنالك الخلاف كان معهم في قضيه الزكاة، كانوا يرفضون دفع الزكاة لأبي بكر. ما كانوا ينكرون حكم الزكاة. ما كانوا يقولون لا زكاة في الاسلام حتى يكونوا مثلا من منكري الضرورة في الاسلام. وانما اعتراضهم على دفع الزكاة لهذا الشخص. فكان رأي جمهور اصحاب النبي صلى الله عليه واله عدم حلية قتال هؤلاء. عدم حلية سفك دمائهم. الا ان ابا بكر تجبر واصر. وقال والله لو منعوني عقالا لقاتلتهم عليه وجرت تلك الفظائع العجيب أن أبا بكر بن صرايا هذا يعتبر إصرار أبي بكر على قتال هؤلاء الأبرياء شجاعة يقول هذا دليل على شجاعة أبي بكر أنه البقية ما وقفوا معه إلا قلة يسيرة من الصحابة على تعبيره ولكن ابو بكر كان شجاعا قال ساقاتلهم فاذا لم لو لم يكن شجاعا لما قال هذه الكلمه شوف مقياس الشجاعه عند القوم ما هو مقياس الشجاعه عند القوم ان تكون مجرما هذا معنى الشجاعه الشيخ المفيد بطبيعه الحال هذا الشيخ المفيد مو مثل المعممين اللي موجودين هالايام ما يسكت على هذا الكلام هذا الشيخ المفيد مستحيل يمرر كلمة للمخالف فيها مدح لأبي بكر شوف هذا المخالف ما قال شيء لا طعن في أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لا كفر الشيعة مثلا لا مثلا قال كلمة جارحة للشيعة لا وإنما كان يمتدح إمامه ويعتبر أن إمامه شجاع الآن المعممين الموجودين هالأيام إذا يسمعون هذا الكلام يمر يمررونه مرور الكرام ما يقولون شيء يقولون حقه كيف بعد هو دينه ومذهبه واعتقاده وخلص أما الشيخ المفيد ما يمررها أبدا يتصدى لهذا الرجل ويسفه رأيه ويثبت النقيض تماما أنه أبو بكر هذا اللي أنت تعتقد أنه شجاع هذا أجبا منا ما كان شنو طالع لي أنه شجاع شوف الشيخ المفيد كيف يرد فقال له الشيخ أيده الله ما أنكرت على من قال لك إنك لم تلجأ إلى معتمد عليه في هذا الباب كيف تستطيع ان تنكر على من يقول انه حجتك هذه ضعيفه ولا يعتمد عليها في هذا الباب وذلك ان الشجاعه لا تعرف بالحس لصاحبها فقط ولا بادعائها وانما هي شيء في الطبع يمده الاكتساب والطريق اليها احد الامرين إذا نريد أن نثبت شجاعة إنسان عندنا طريقان لاثبات أنه شجاع. إما الخبر عنها من جهة علام الغيوب المطلع على الضمائر فيعلم خلقه حال الشجاع وإن لم يبدو منه فعل يستدل به يستدل به عليها الطريق الأول إما أنه علام الغيوب الله ينبئنا أنه ترى فلان شجاع هذا وإن لم يبدو من هذا الرجل أفعال في الخارج تدل على الشجاعة لأن الله عز وجل يعرف هاي الشجاعة صفة نفسية فالله يكشفها لنا هذا الطريق الأول الذي نحكم به على فلان إن أنه شجاع أما الطريق الثاني يقول والوجه الآخر أن يظهر منه أفعالٌ يعلم بها حاله كمبارزة الأقران ومقاومة الشجعان ومنازلة الأبطال والصبر عند اللقاء وترك الفرار عند تحقق القتال. يقول الطريق الثاني أنه لا إذا ما عندنا إنباء من علام الغيوب أنه فلان شجاع فنقدر نحكم عليه بما يظهر له من أفعال لازم نشوف شنو أفعاله يصبر عند القتال يبارز الأبطال عند أفعال تدل على الشجاعة في الميدان كما يقال نانا نقول هذا رجل شجاع ولكن أيضا لا دائما ليس من الوهلة الأولى لأنه قد معين يبدو من فعل واحد منه انه شجاع، لكن هذا الفعل جاء مثلا عن حماقه او عن غضب معين او عن تسرع. لابد نجد تتابع في الافعال حتى نحكم بان هذه الافعال بمجموعها تكشف عن هذه الصفه النفسيه في هذا الانسان وهو انه شجاع، لا يهاب، لا يخاف. فيقول الشيخ المفيد: ولا يعلم ذلك ايضا باول وهله ولا بواحدة من الفعل حتى يتكرر ذلك على حد يتميز به صاحبه ممن حصل له ذلك اتفاقا او على سبيل الهوج اي الجهل او الحمق والجهل بالتدبير انه احيانا تظهر صفات صارت هكذا على سبيل الاتفاق يبدو كأنه شجاع ولكن لا بد من أن تكثر هذه الأفعال حتى نميز الشجاع عمن صدرت منه مثل هذه الأفعال بسبب الحمق أو الجهل أو قلة التدبير ثم يقول الشيخ المفيد وإذا كان الخبر من الله سبحانه وتعالى بشجاعة أبي بكر معدوما طريق الأول لازم خبر من السماء ما عندنا خبر من السماء أن الله علام الغيوب يقول أبو بكر شجاع ما عندنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أنه أبو بكر شجاع ما عندنا عندنا حديث يقول أبو بكر كرار ليس بفرار ماكو يقول واذا كان الخبر من الله سبحانه وتعالى بشجاعه ابي بكر معدوما وكان هذا الفعل الدال على الشجاعه غير موجود للرجل فكيف يجوز لعاقل ان يدعي له الشجاعه بقول قاله هو ليس من دلالتها في شيء عند احد من اهل النظر والتحصيل. يقول: الخبر الاول او الطريق الاول معدوم في خصوص ابي بكر والطريق الثاني ايضا معدوم ما وجدنا افعال من ابي بكر تدل على انه شجاع. فكيف يمكن الاستدلال بقول يقوله ابو بكر نفسه ولا يدل على الشجاعه عند اهل النظر والتحصيل؟ من هذا العاقل والعالم والمحصل الذي يقول لان ابا بكر قال ساقاتلهم ولو منعوني عقالا لقاتلتهم عليه فاذا معناه انه شجاع. خوش اذا كل واحد هم يدعي الدعاءات قذافي هم يصير اشجع الشجعان ما كان يقف ويهدد ويرعد ما كان نحن لم نستخدم القوه بعد كان يقول يقول نحن ترى لم نستخدم القوه بعد الى الان حرق ليبيا ويقول نحن لم نستخدم القوه بعد من انتم أيها الجرذان أيها الما كذا سنمحوكم ككذا إلى آخره وشنو صار آخر شيء لما لزموه قام يقول حرام عليكم شايفين لو ما شايفين لما لزموه يتوسل بهم يقول حرام عليكم كان يردون عليك أنت تعرف الحرام أنت أنت تعرف الحرام خلص صار القذافي إذا أشجع الشجعان ادعاءات يا أخي بالهواء فارغة ابو بكر لانه متمترس بكتايب جيوش عنده فرقه خالد بن الوليد سيف الشيطان المسلول فرقه زياد بن لبيد قرينه في الشيطان فرقه فلان فرقه فلان ميليشيات عنده شبيحه عنده ابو بكر طبعا يقول هذا الكلام يقعد يزبد ويرعد ويهدد والى اخره، اما هو ابو بكر بس تجيبه اذا هو لوحده يتوسل يرجف يرجف هذه طبيعه الطغاة قال فكيف يجوز لعاقل ان يدعي له الشجاعة بقول قاله هو ليس من دلالتها في شيء عند احد من اهل النظر والتحصيل لا سيما دقق هنا في كلام المفيد يقول لا سيما ودلائل جبنه وهلعه وخوفه وضعفه اظهر من ان يحتاج فيها الى التامل يقول دلاء الجبن أبي بكر وضعف أبي بكر وخوف أبي بكر وهلع أبي بكر بعد هذه ما تحتاج إلى تأمل يعني بس تعال شوف سيرة أبي بكر يعني شوف أبو بكر ماذا كان يصنع في الحروب في غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله وين كان يروح أبو بكر كان في الصف الأمامي لا واضح كان في الصف الامامي ويمكن اكو اشكال هذا من صنع الرافضه المجوس انه علي بن ابي طالب قتل مرحب وقتل عمرو بن ود عمرو بن عبد عبد ود وامثال هؤلاء لا لا هذا كان حتما ابو بكر هو الذي قتل هؤلاء حتما هذا من صنع الرافضه هذا وين امجاد ابي بكر؟ انتم اعقول لكم اين امجاد ابي بكر؟ اين دلائل شجاعه ابي بكر؟ أين هو أبو بكر أصلا؟ في هذه الحروب في هذه الغزوات في هذه الصراعات وين كان أبو بكر؟ كان في العريش مر النبي صلى الله عليه واله اختبر في خيبر شنو رجع؟ يجبن أصحابه ويجبنونه لم يفتح الله على يديه جرب عمر حتى النبي صلى الله عليه وآله يقيم الحجة على هؤلاء المسلمين جرب عمر نفس البطولة حقق عمر نفس البطولة بطولته يرجع يجبن أصحابه ويجبنونه يقول الشيخ المفيد لا سيما ودلائل جبنه وهلعه وخوفه وضعفه اظهر من ان يحتاج فيها الى التامل وذلك انه لم يبارز قط قرنا ولا قاوم بطلا ولا سفك بيده دما وقد شهد مع رسول الله صلى الله عليه واله مشاهده فكان لكل واحد من الصحابه اثر في الجهاد الا له جيب لي من قتل ابو بكر مثلا من المشركين اثار بقيه اصحاب النبي صلى الله عليه واله موجوده في مشاهد رسول الله في حروب رسول الله اما ابو بكر اين وفر في يوم احد بطولات ابي بكر حلوه وفر في يوم احد وانهزم في يوم خيبر وولى الدبر يوم التقى الجمعان وأسلم رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه المواطن يعني تخلى عن النبي وأسلمه للمشركين راح فرع عن النبي، ترك خلى النبي في وسط المشركين في أحد. في حنين اقرأوا تاريخ أبي بكر تاريخ يفشل مع ما كتب الله تعالى عليه الجهاد فكيف تجتمع دلائل الجبن ودلائل الشجاعه لرجل واحد في وقت واحد لولا ان العصبيه تميل بالعبد الى الهوى رد عظيم من الشيخ يقول شنو انت تستدل علي يا ابا بكر بن صرايا انه ابو بكر بن ابي قحافه كان شجاعا كيف تجتمع دلائل الشجاعه مع دلائل الجبن في رجل واحد في وقت واحد لولا ان العصبيه تميل بالعبد الى الهوى انت تهوى ابا بكر فتريد باي طريقه ولو بالقفز على الحقائق ان تقول ابو بكر الشجاع سيد الشجاع هكذا كان منهاج علمائنا الابرار ما كانوا يسكتون لا يمررون فضيله مكذوبه او منقبه مكذوبه لاعداء اهل البيت عليهم الصلاه والسلام يمررونها مرور الكرام ابدا كان يتصدى هذا تاريخ أبي بكر الجبان الخائر تعال وقارنه بتاريخ أسد الله الغالب علي بن أبي طالب صلوات الله عليه محمد محمد لست أنقل الآن هذه الصورة المشرقة من ذلك التاريخ المجيد العظيم من كتبنا لا خطابي مع اهل الخلاف ولذلك اقتطع هذه الصوره من كتبهم المعتبره كتاب البدايه والنهايه لاحد اعاظم اهل الخلاف وهو ابن كثير. ابن كثير حجه حتى عند الوهابيين كلهم يقبلونه محل اجماع في كتاب البدايه والنهايه لابن كثير اقرا هذا شوف هذه الصوره العظيمه لعلي بن ابي طالب صلوات الله عليهما يقول قال ابن هشام صاحب السيرة. وحدثني مسلمة بن علقمة المازني قال: لما اشتد القتال يوم احد جلس رسول الله صلى الله عليه واله تحت راية الانصار وارسل الى علي ان قدم الراية. اشتد القتال. تعلمون ما الذي جرى في أحد دور منه الآن رسول الله جلس تحت راية الأنصار وقال دورك يا علي أنت تحلها خذ يا علي وقدم الراية امشي فتقدم علي وهو يقول أنا أبو القصم أنا أقصمكم واحد واحد أنا أبو القصم أقصم ظهوركم أقصم أبدانكم يلا اللي شجاع اللي بطل اللي في خير خلي قابلني وأنا معي راية رسول الله صلى الله عليه وآله فتقدم علي وهو يقول أنا أبو القصم فناداه أبو سعد بن أبي طلحة وهو صاحب لواء المشركين هذا من الطرف الاخر هل لك يا ابا القصم في البراز من حاجه تجد بارزني مستعد قال نعم فبرزا بين الصفين فاختلفا ضربتين فضربه علي فصرعه ثم انصرف ولم يجهز عليه عجيب صرعه علي وكان بامكانه ان يجهز عليه، لماذا؟ فقال له بعض اصحابه: افلا اجهزت عليه؟ فقال: انه استقبلني بعورته، حتى تعرف انه مو عمرو بن العاص فقط، هذا تاريخ هذا من ايام المشركين، من ايام معركة احد يقاومون عليا الذي كانت الارض تهتز تحت اقدامه يقاومونه بماذا؟ بالكشف عن عوراتهم هذا شوف صاحب لواء المشركين فطبيعي عمرو بن العاص يقتدي بهؤلاء عرف القضيه شاف علي بن ابي طالب ما قتل صاحب لواء المشركين ابن ابي طلحه في معركه احد قال خلي اسوي مثله حتى انقذ نفسي قال له بعض اصحابه افلا اجهزت عليه فقال انه استقبلني بعورته فعطفتني عليه الرحم وعرفت ان الله قد قتله نفس المصدر أكو تتمة شوف التتمة اللطيفة يقول وقد فعل ذلك علي رضي الله عنه يوم صفين مع بسر بن أبي أرطأه هذا هم واحد هم كشف عن عورته هذا بسر بن أبي أرطأ تعرفوا هذا هذا واحد مجرم خبيث سفاح بعض المخالفين طبعا يقولون أن رضي الله عنه وارضاه بطبيعه الحال. يقول وقد فعل ذلك علي رضي الله عنه يوم صفين مع بسر بن ابي ارطا لما حمل عليه ليقتله ابدى له عن عورته فرجع عنه وكذلك فعل عمرو بن العاص حين حمل عليه في بعض ايام صفين أبدى عن عورته فرجع علي أيضا ففي ذلك يقول الحارث بن النضر شعر يعلق الحارث بن النضر على هذه الأمجاد والبطولات فيقول والكلام يرويه من ابن كثير في البدايه والنهايه مو مصادرنا يقول الحارث بن النضر افي كل يوم فارس غير منته وعورته وسط العجاجه باديه يكف لها عنه علي سنانه ويضحك منها في الخلاء معاويه يقول افي كل يوم فشلتون كل يوم كاشفين عن عوراتكم افي كل يوم فارس غير منتهن وعورته وسط العجاجة لما يصير قتال شديد يصير عجاجة يعني شنو يعني غبار يرتفع وكذا وعورته وسط العجاجة باديه تظهر تبدو يكف لها عنه علي سنانه ويضحك منها في الخلاء معاوية لأنه ذولا كانوا يرجعون يشوفهم معاوية شنو على هالحال المخربط فيضحك ابن كثير خائن للامانه العلميه، توقف عند هذين البيتين، هو الشعر هذا للنظر بن الحارث له تتمه، له ابيات اخرى بس ما تحملها ابن كثير. فلذلك حذفها. وين تجدها؟ في مصدر اخر ايضا معتبر مهم من مصادر اهل الخلاف، وهو كتاب الاستيعاب لابن عبد البر. هناك تجد تتمه للابيات. شوف شنو تتمتها. يقول بدت أمس من عمرو فقنع رأسه بدت أمس العورة ممن من عمرو بن العاص فقنع رأسه وعورة بسر مثلها حذو حاذية عورة بسر أيضا في اليوم الثاني على نفس الطريق ماشية على نفس الحذو هذا فقولا لعمر ثم بسر ألا انظرا يعني ألا انظرا سبيلكما لا تلقيا الليث ثانية روحوا إلى طريقكم لا تلقيا الليث علي بن أبي طالب ثانية مرة أخرى لا تلقياه ولا تحمدا إلا الحياء وخصاكما هما كانتا والله للنفس واقية إذا تريدون أن تحمدوا شيئا فاحمدوا حياء علي وخصاكما عورتكما احمدوها هما كانتا والله للنفس واقية هذا اللي حماكم كشفتم عن ذلك الموضع عن خصاكما ولولاهما لم تنجو من سنانه وتلك بما فيها عن العود ناهية متى تلقي الخيل المغيرة صبحة وفيها علي فاترك الخيل ناحية وكونا بعيدا حيث لا يبلغ القنا نحوركما إن التجارب كافية بعد هذه الأبيات هنالك كلام أيضا يرويه ابن عبد البر فيقول: وروي أن معاوية قال لبسر بعد ذلك وكان يضحك: لا عليك يا بسر ارفع طرفك ولا تستحي فلك بعمر أسوة وقد أراك الله منه وأراه منك. يلا لا تستحي انت وعمر في نفس الطريق وكل واحد شاف عوره الاخر فصاح فتى من اهل الكوفه فتى رافضي من اهل الكوفه شيعي قال: ويلكم يا اهل الشام اما تستحيون؟ لقد علمكم عمرو كشف الاستار عمر علمكم كيف تكشفون الأستار وروي أنه قال معاوية لعمر يوما بعد استقرار خلافته يا أبا عبد الله كنيت عمرو بن العاص يا أبا عبد الله لا أراك إلا ويغلبني الضحك معاوية يقول لعمرو بن العاص أنا ما أشوفك إلا وأضحك ليش؟ قال بماذا؟ قال اذكر يوم حمل عليك ابو تراب في صفين فازريت نفسك فرقا من شبا سنانه، يعني من حد سنانه وكشفت سوءتك له فانا اتذكر كل ما اشوفك يا عمرو بن العاص اضحك اقول شلون هذا ابو تراب ايش سوى بيك؟ فقال عمرو انا منك اشد ضحكا اني لاذكر يوم دعاك الى البراز فانتفخ سحرك صدرك وربى لسانك قمت ترجف من شده الرجف لسانك التصق بسقف حلقك وربى لسانك في فمك وغصصت بريقك وارتعدت فرائصك وبدا منك ما اكره تدري يعني شنو اقول على المنبر لو ما اقول لا اقول احسن اخرج ريحا من شده الخوف وبدا منك ما اكره بس سمع انه علي بن ابي طالب يدعوك يا معاويه للبراز قال له امير المؤمنين تعال احنا ليش نورط الناس ويانا انا وانت نتقابل اللي يقتل الثاني خلص هو هذا. فقال معاويه ردها عليه عمرو بن العاص فقال معاويه بعدما جرى بينهما الجبن والفرار من علي لا عار على احد فيهما. هذه هي الحقيقه. الجبن والفرار من علي مو عار كان عنده لم يكن عارا لأنه من ذا يستطيع مواجهة أسد الله الغالب من كان يستطيع مواجهة هذا الليث نحن شيعة من وأتباع من أتباع هذا الليث ألا يفترض أن نتخلق بأخلاقه ألا يفترض أن نكون شجعانا قدر ما نستطيع مثلما كان شجاعا لما نجعل الخصم والعدو يستطيل علينا لما نجعل أعداءنا يذلوننا ولماذا نجبن أمامهم هذا الأمر لا بد من الالتفات إليه أن تكون شيعيا حقا فأنت شجاع اذا جبنت فاعلم ان في تشيعك نظر هذا وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد